السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد أو وصفة جديدة. شكرا كاع الناس اللي دعموني في القناة. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم طريقة تحضير البهلة بأبسط المقادير. غندوزو لدابا المقادير. كنحتاجو جوج كيسان ديال سكر كلاصي، جوج كيسان ديال سكر سنيدة، عندنا أربعة الكيسان ديال الزيت، عندنا زلافة ديال الكاوكاو محمر ومطحون، وعندنا هنايا زلافه ديال الجلجلان حتى هو محمر، وعندنا كاس كناخذو كاس منه كنطحنوه مزيان، واللي كيبقى لينا كنخلوه. عندنا معلقه كبيره ديال القرفه، عندنا معلقه صغيره ديال القرنفل، وعندنا راس معلقه ديال الخميره الفوريه، وعندنا قبيصه تاع الملحه، وعندنا اربعه الخميرات حمرين، وعندنا الزبده اللذه. دابا غندوزو طريقه التحضير. غنديرو الزبدة، غنديرو السنيدة، وغنمعكم مزيان هاد الزبدة والسنيدة. شوف كتلاحظو، غنضيفو الملحة. الملحة راه كتعطي مذاق زوين. غنضيفو سكر كلاصي سبيسيال وغنمعكم مزيان. دابا غادي نضيفو الزيت، أربعة الكيسان ديال الزيت، وغنمعكم مزيان. هاد الخليط راه غيولي ليكم على شكل كريمة، كتبقاو تخلطو مزيان حتى كيولي على شكل كريمة. عافاش كتضيفو كاوكاو وجلجلان. دابا غنضيفو الخميرة الفورية. بالنسبة للخميرة الفورية راه كتعطيها واحد تفرقيعة، كتجي فرقعة وزوينة. قرنفل مطحون والقرفة، القرفة كتعطيها حتى هي واحد المذاق. هاد البهلة راه كتجي زوينة في المذاق. غنخلطو الكل جيدا كيف كتلاحظو على هاد الشكل، حتى كتذوب ليكم الزبدة. دابا غنضيفو جلجلان. كيف قلت ليكم عندنا كاس مطحون، ما تبقى ما كيكونش مطحون، عندنا كاوكاو حتى هو مطحون مهرلش. راه كتخرج ليكم كمية كبيرة. دابا غادي نضيفو الدقيق على حساب الخليط، وغنضيفو الخميرة الحمراء أربعة في الوسط، في وسط الدقيق. غنزيدو الزلافة الثانية تدريجيا، حيت هاد البهلة راه ما كتهش ليكم الدقيق بزاف، حيت فيها المقادير كثيرة. واحد الملاحظة، راه كدلكوها غير واحد شوية بحال هكايا، كدلكوها غير شوي حتى كيدخل فيه داك الدقيق. غنزيدو مازال الدقيق. تقريبا هزت لينا حنا واحد جوج زليف ونص ديال الدقيق فورس. لاحظوا احنا دابا كورناها، كتكون على هذا القياس، وكنفندوها في سكر كلاصي سبيسيال، حطيناها في اللاطة وغندوها الفران حتى تطيب ونشاركها معاكم. بعد ما طابت البهلة كتكون النتيجة النهائية على هاد الشكل، كتجي فرقعة زوينة في المذاق، طيبة من الداخل. أنا غادي نقسم معاكم وحدة حتى تشوفوها. كيف كتلاحظو كتجي زوينة وطيبة. حنا كنطيبوها في الفران تاع الزنقة. كنتمنوا تابوناو عندي في القناة. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.